ملعب المباراة والمدير الفني الكبير الكابتن طارق العشري مع زميلنا شريف شعبان. اتفضل يا شريف. من جديد بجدد التحيه لك كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان بعد فوز النادي الاهلي على فريق حرس حدود العنيد بهدف مقابل لا شيء مع المدير الفني طبعا الكبير كابتن طارق العشري. كابتن اسلام قبل الماتش قال لي مباراه بلغه الكره رخمه والكابتن طارق العشري هيجي هيحاول ياخد نقطه، وكان كنت ممكن توصل لهدفك لولا عمرو السوليه التصويبه الرائعه على غير اتجاهه ودخلت جول. بس في المجمل ثلاث نقاط غاليه للنادي الاهلي، ده ماشي بشكل كويس في الدوري الممتاز وبتأدي كوره كويسه، بس باستثناء النهارده اللي دفعت يعني وكنت عاوز تطلع ببونت. النادي الاهلي فريق كبير وما اطلع منه ببونت طبعا احسن منه واطلع وانا خسران. طب اولا تحياتي ليك يا شريف، تحياتي للكابتن اسلام. كان اسلام عارف اسلوبنا لانه طبعا اتمرن معانا وعارف، بس احنا الفتره اللي جاب فيها اسلام كان عندنا مجموعه من اللاعبين على القدرات الهجوميه مش متواجده حاليا عندنا، فخلينا نقول انك بتلعب على ارض الواقع لازم يكون منطقي. وامام النادي الاهلي طبعا فريق كبير مؤجج بالنجوم، والنهارده عشان تقفل يعني تصور انت الاسبوع اللي فات ده كله بعد مباراه اف سي مصر عشان تقدر الولاد يصلوا لتركيز ذهني كبير جدا عشان تقفل على الاطراف. النادي الاهلي عنده محاور كتيره جدا في الناحيه الهجوميه بكوره وبدون كوره، فانت عشان تقفل بشكل كويس تنظيمي ومنظم على كل منافس لاعبي النادي الاهلي محتاج منك مجهود كبير جدا. انا بحيي الولاد على المجهود اللي بذلوه، لان لولا التسديده زي ما انت قلت يا شريف بتاعت السوليه كنا ممكن نصل لنقطه التعادل اللي احنا جينا من اجلها. في فرصتين اطيحت منها لتوني برال زي دي. بالظبط كده، لو ما استثمرتش لو اخطات فهيضيع منك الماتش. ويمكن الفرصه الوحيده، لان احنا يعني صراحه الولاد بذلوا مجهود كبير جدا في قفل كل منافس النادي الاهلي للوصول لمرمى السعاده، يعني مفيش فرص اعتقد واضح، وده نجاح ليهم يعني في الفتره. لكن محتاجين ان احنا نطور في الناحيه الهجوميه، خاصه لو انت بتلعب بالاسلوب ده محتاج انك تقوم بالمرتدات بشكل كويس، محتاج انك تسيطر على كورتك بشكل كويس، محتاج عندك لاعبين يستطيعوا ان هم يقتنصوا انصاف الفرص في التهديف. الاسلوب ده نجحنا فيه في الاسماعيلي واستطعنا فرصه وحيده ناخدها ضربه جزاء مقصه بكورتين برضو، استطعنا ان احنا نتفوق فيها على المقصه. فلكن محتاجين ان احنا ندعم في الشكل ده بشكل كويس على الصعيد الهجومي محتاجين. لكن وما تنساش برضو انك بتلعب النادي الاهلي غير بتلعب الفرق الثانيه، ف غير يا كابتن عشان الجميع عشان تفتح مع النادي الاهلي. حتى بعد ما جابوا الاهلي الهدف انا ما فتحتش، يعني انا كنت دايما بدعم الشق الهجومي باثنين سترايكر، خلاص انا مغلوب فبحاول ان، لكن ما اقدرش افتح قدام النادي الاهلي عشان النادي الاهلي عنده عناصر كثيره جدا. يعني شاهدنا مباراه دجله الاخيره للنادي الاهلي الربع ساعة الأخيرة بعد ما فتح دجلة تلقى ثلاث أهداف في الربع ساعة الأخيرة، فأنت ما تقدرش تفتح، لازم تكون واقعي وبتلعب على قد حدودك وعلى قد قدراتك عشان تقدر تنجح. من الذكاء إنك تلعب على قد قدراتك وفرصة وحيدة قد تصل بيك للثلاث نقاط. راضي عن أداء فريقك النهاردة؟ لا راضي، ومبروك النادي الأهلي، وأنا أبارك كمان للولاد عندنا بذلوا مجهود كبير، وشد على أيديهم لأن المباراة اللي جاية مباراة مهمة جدا جدا عندنا المقاولين، لابد إن احنا ناخد دافع من المباراة ديت ان شاء الله باذن الله تعالى بقى نكسر حاله عدم التوفيق على ملعبنا، لان احنا محتاجين ان احنا التوفيق ده يصحبنا ان شاء الله. باذن الله التوفيق اللي جاي كله ليك باذن الله، واللي جاي افضل بحضرتك، وباذن الله فرقتك تقدم مستوى رائع وتقعد في دوري ممتاز بشكل ممتاز باذن الله. شكرا شريف، تحياتي ليك وللكابتن اسلام. شكرا كابتن. شكرا كابتن اسلام. ده كان لقاءنا مع المدير الفني الكبير طبعا الكابتن طارق العشري. عوده ليك من جديد كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان.